السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم ريفيو جديد من سلسلة الهادي وكتاب سوبر حساب كي جي وان ترمين. تعالوا نشوف العظمة اللي عاملها لنا الهادي في الكتاب سوبر حساب. أولا هتلاقوا الكتاب منظم جدا، الدروس مرتبة ماشيين مع المنهج، ومع ذلك دمجين التأسيس كمان. هتلاقوا أسئلة على كل كبيرة وصغيرة، وكم محترم جدا زي ما انتوا شايفين معايا على كل درس. مفيش حاجة في الكتاب مش موجودة، مفيش حاجة مش معمولة صح جدا ولله الحمد. الكتاب بيعتمد ان ما نستخدمش الكراسات خالص لانها متعبه جدا للمدرسين والاولاد، بالعكس احنا معانا كتاب مبهج جميل، اختيار الالوان موفق جدا، طباعه جيده تستحمل طبعا التعامل مع اولاد. هنلاقي في نهايه الكتاب امتحانات اختبارات نهائيه وتقييم نهائي. الكتاب كمان هتلاقوا فيه الاكسرسايز بتاعه كتير قوي، ان هي تقضينا نحل اثناء الحصه عشان نتاكد ان الاولاد فهموا مننا الدرس، وكمان تمارين يحلوها في الواجب، وكمان تقييمات بعد نهايه كل درس من باب ان هو التقييم النهائي للدرس. هتلاقوا كل الدروس اللي فيها صعوبة مشروحة ببساطة شديدة جدا، ان انت حتى كأم هتقدري تكوني متابعة طفلك حتى لو مش معاكم مدرس.